اليوم المباريات، فاز الهلال على نجران بهدفين مقابل هدف، نتابع التقرير. هناك في أقصى الجنوب من مملكتنا الغالية وفي أرض ملعب نادي الأخدود، التقى فريقا نجران والهلال لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس ولي العهد ولدور 16. المباراة تنطلق 9 دقائق فقط حتى سجل الهلال أول أهداف اللقاء عن طريق عادل هرماش بعد قذيفة من خارج مناطق 18. تصويبة ولا أروع، ما وصلت على الأرض أبدا. عادل هرماش دائما ما يفاجئنا بمثل هذه الأهداف. عادل هرماش يسجل هدف رائع وجميل. لما يسجل عادل هرماش، الفريق الهلالي لم يتراجع مستواه بعد تسجيل الهدف، بل استمر بتهديد مرمى نجران، والحارثي يظهر مرتين ورغبة شديدة في تسجيل هدف ثاني. الكوري يوبيونغ يضيع هو الآخر كرة أمام العامري، ويعود ويعوض ويسجل هدف ثاني لفريقه بعد تمريرة رائعة من هرماش. جول ثاني للزعيم يوبيونغ سو، يسجل الهدف الثاني. لا للمفاجآت، لا للمغامرات. أنطوان كومبواري. إلا أن فرحة الهلال لم تستمر طويلا بعد تسجيل الهدف، حتى قلص نجران النتيجة عن طريق حسن الراهب، ويكون الرد سريعا لنجران. نجران يرد سريعا، لا يرضى أن تهتز الشباك لمرتين دون أن يحرك ساكن. حرك وقبل نهاية الشوط الأول، الشلهوب يتلاعب في دفاعات نجران ويضع الكرة باتجاه المرمى، ولكن الكرة ترتطم في القائم. أما الشوط الثاني انطلق بتسديدة من جهاد الحسين تصدى لها سديري بصعوبة. جهاد الحسين يعود مرة أخرى ويرد على الشلهوب، ويتلاعب هو الآخر في دفاعات الهلال ويسدد كرة يقف لها عبد الله سديري بالمرصاد. وقبل نهاية الشوط الثاني يتحصل الراهب على ضربة جزاء، وهو أيضا من أضاعها. الفريق النجراني لم يستسلم أبدا، بل حاول كثيرا الوصول للهدف، وسديري يقف أمام انفرادة الراهب التي لم يستغلها، حتى انتهى اللقاء بانتصار الزعيم على مارد الجنوب، وبذلك يغادر نجران البطولة، بينما يطير الهلال لملاقاة الفتح الفائز على العروبة. وأكلكت مرة ثالثة بين الهلال والفتح، ولكن هذه المرة في ربع نهائي كأس ولي العهد. تركيش ديز كورة. ابو عبد العزيز، ابدا معك. الهلال ونجران، والله شوف، دائما احنا انتقدنا مدرب الهلال في فترات ومدحناه في فترات. اليوم ما اعتقد الهلال يمكن له تقريبا 15 سنة ما لعب 3-5-2 زي اليوم، يمكن 3 سنوات راح ملعب، واعتقد انه قاعد يغربل بالفريق وعدم الثبات على تشكيل معين. صحيح انه فاز اليوم والهلال وهذا، ولكن الاخطاء اللي صارت جوا المباراة اعتقد انه واضح، يعني تخبط بالتشكيل. عدى الهلال بصعوبه اليوم؟ ايه، عدى الهلال بصعوبه، لان احنا مدحنا نجران كثير لانه متطور نجران، ولكن انا ما يعيب المدرب الهلال. انا ما ادري انا وش الطريقه اللي اليوم طلعها، يمكن فجاه لعب 3-5-2. هذه يبغى لها وقت، يبغى لها مباراه وديه، يبغى لها معسكر، ويبغى لها يعني. ما قد شفت الهلال انا صراحه، يعني من 15 سنه ما قد شفت الهلال لعب 3 سنوات الا يمكن يوم هانجيم، يمكن المدرب الهولندي هو اللي يلعبها بالطريقه هذه، انه يلعب فيصل باثنين ورا. لكن المدربين كلهم اللي جو من جريتس الى كوزمان باكيتا، يمكن ما اول مره
انهم ما يلعبون بالطريقه هذه اللي 3 5 2. اليوم تعدى الهلال ولكن عندهم مباراه قويه مع الفتح، الفتح المتطور معروف يعني، وتوه يمكن الهلال خاسر من الفتح، يمكن الفريق الوحيد اللي فاز عليه الهلال ذهاب واياب. اعتقد ان مدرب الهلال لابد انه يراجع حساباته، الا اذا كان عاد اصابات وما اصابات هذه شيء ثاني هذه، ولكن اتمنى من مدرب الهلال انه يثبت على تشكيل معين على اساس يقدر يتخطى ويحقق البطوله هذه، لان البطوله هذه اعتقد انه معروف الهلال فيها، يمكن لنا 5 سنوات احنا ناخذها. اتمنى للمدرب والاداره كل التوفيق ان شاء الله. فهد ايش تبغى تقول على الهلال والنجران؟ شوف قبل ما اتكلم على الهلال والنجران اقول انه يعني في الوسط الرياضي صار ما عاد احد يقول هناك مفاجاه، هذا الهبوط مستوى الدوري السعودي والفرق السعودية. شوف طلع الشباب، طلع الاتحاد، يعني من النادر انك تقول هذه مفاجأة صارت في وسط الدوري، دليل ان المستويات متقاربة وكثير من المستويات. والاخير اليوم الهلال غير ما ك... يعني ما كنت اتوقع ان الهلال يقدم هذا المستوى، يعني كان مستوى متواضع غير مقنع. يعني تكملة الكلام محمد، اليوم اعتقد لولا طريقة مانجان اليوم، أنا الحقيقة أعجبني مانجان اليوم، إضافة إلى عبد الله حارس الهلال اللي كان نجم كبير في تصدير، يعني أعتقد أنه سديري. أنقذ الهلال، أي عبد الله سديري اليوم أنقذ الهلال، كان ما شاء الله في قمة حظه وقمة مستواه، ويبشر على أنه هناك زي ما كان هناك إخفاقات في حراس كثير في هذه الجولة إلا أن عبد الله كان هو نجمهم. مانجان اليوم الحقيقة كان نجم واستغل أسلوب جديد اللي هو صناعة اللعب من الخلف. احنا شفنا لو تشوف هدف حق الهدف الأول حق الهلال حق هرماش كان طريقة سهلة، من قال يلعب كرة طويلة للكوري سناترا يرجعونها للأسف على خارج برة 18، حدثت هذه الكرة وكرة أخرى ليوانج الكوري ولم يستغلها بنفس الطريقة، رغم أنه تألق لكن بوجهة نظري أنه كان يستحق الطرد في موضوعية البلنتي، لكن الحكم أعتقد أنه تغاضى عن موضوعية طرده بعد احتساب ضربة الجزاء.